على الرغم من الارتفاع الملحوظ في أعداد الإصابات في محافظة ديالى، إلا أن الإجراءات الوقائية لم تطبق بصورة كاملة، الأمر الذي أرجعه مراقبون إلى عدم اتخاذ الحكومة المركزية أي إجراءات لتعويض المواطن عن الضرر الحاصل كتوفير مفردات الحصة التموينية أو ارتفاع أسعار المواد الغذائية. يعني اليوم نشوف أن الكثير من المواطنين غير ملتزمين بقرارات فرض حظر التجوال، وهذا يعني بسبب عدم اهتمام الحكومة المركزية ب يعني توفير مفردات البطاقة التموينية وارتفاع الأسواق أسعار المواد الغذائية وعدم توفيرها. اليوم المواطن يعني ما بيده حيلة أنه إلا يطلع يشتغل، لأنه الحكومة لا موفرة رواتب، الدولار صاعد، مواد غذائية اليوم ما شاء الله التجار يرفعون أسعارها بكيفهم، فالحكومة هي مو موفرة للمواطن حتى يلتزم بقرارات فرض حظر التجوال. المواطن شو يسوي؟ وين يروح؟ غياب العدالة في تطبيق حظر التجوال والإجراءات الوقائية في المحافظة أثار استغراب المواطنين، الأمر الذي دفعهم للتقليل من خطورة الفيروس، متسائلين هل إن الفيروس يصيب المواطن الفقير وبعيدا عن المسؤولين وأصحاب النفوذ. يعني والله يعني هي فد أمر مضحك مبكي في نفس الوقت. اليوم نشوف إجراءات الوقاية تطبق بس على الفقير، على الكسبة، على الناس البسطاء، على فئة معينة من أفراد الشعب. فاليوم المفروض أكو عدل وإنصاف في مسألة يعني فرض الإجراءات. فيعني ما الداعي من حظر التجوال إذا كان يطبق بس على الفقير فقط وأضراره تعود على الفقير فقط؟ ولكن هم الناس المسؤولين والناس السياسيين ما مطبقين حظر التجوال، وكأنما شيء لم يكن بدون حظر التجوال وبدون أي إجراءات وقائية. وما بين خطورة فيروس كورونا وضعف الإجراءات الحكومية، يبقى المواطن البسيط هو المتضرر، فلا قوته اليومي مستمر ولا وضعه الصحي في مأمن. لقناة الفرات، مصطفى الجوراني، ديالى.